بالنسبه للمباراه هنا اللي لعبنا فانا مرتاح للعرض اللي قدموه اللعابه ديالي. لورغانيزاسيون كانت مزيانه ونا دوميني لو ماتش باسكو هادو ماشي ماتشات ساهلين. البريسيون الفرقه مزيانه باش دومينا 90 دقيقه. كانوا عندهم دي زوكازيون ولكن في الاخر كان العياء. اوكي حنا كنا متحكمين في شواط المباراه، سجلنا هدف ما اوكيسيناش حتى هدف. بالنسبه لي انا نتيجه ايجابيه، واخا المباراه التونسي مباراه اخرى غادي تكون صعبه، ولكن حتى حنا ان شاء الله غادي نحاولوا ما يمكن دابا نرتاحوا ونحاولوا نوجدوا ليها. حنا عندنا واحد طريقه اللعب، عندنا واحد الهويه. الهدف ديالنا هو تكون لا في البلاد ولا خارج البلاد، ولكن خارج البلاد بيان سور خاصنا نكون رياليست. دابا كما قلت لك دابا الراحه، انا مرتاح للعرض اللي قدموه اللعابه جاولي. عندنا دوما غادي نسافروا ان شاء الله ونفا بريباري مزيان الماتش ان شاء الله. احنا بالنسبه لينا شوف احنا كي قلت لك احنا كوداديين كمغاربه احنا كبار. انا هذاك الشيء كان الهدف ديالي ونعطيو ليكزومبل. حنا خاصنا نعطيو ليكزومبل، حنا لو بريمي في لافريك نعطيو ليكزومبل. هذا اليوم تنظن انه بالكره حتى المعاملات هذا تنتمنى انه كما تنقول الجانب الاخر يستفد من هذا الشيء. احنا نمشيو لتونس مستعدين لاي حاجه. كما تقولي حنا مغاربه تنعسو فوتال 5 اتوال ولا نعسو فوتال 1 اتوال، ما عندناش الشغل ما عندناش السوق. يعني بغاو يكونوا حتى هما روح رياضيه ويلعبوا، غادي يلعبوا الكره. بغاو يجيروا طريقه اخرى اللي هذا سميتو ني بريباري غادي يلعبوا. كافيه ما نقول لك كافيه بالنسبه لي نتيجه ايجابيه، ولكن واش كافيه سولني عليها ابخي المباراه. اللي مهم هو ما اونكيسيناش حتى هدف، سجلنا هدف كنا تنتمناو نسجلوا اكثر. بالنسبه لي انا نتيجه ايجابيه، ولكن غادي نبداو من جديد ثاني في نهار الاربعاء.